ملفنا الشباب وتمكين الشباب، والشباب في الجمهورية الجديدة يعني ليهم مكان مهم جدا جدا جدا. يمكن أنا في المقدمة اتكلمت على مكتسبات وشغل حصل للشباب ووجودهم في مناصب وأماكن، يعني بقى يشار ليهم أنه لا، يعني تجربة نجاح تنعكس كمان على المجتمع المصري وعلى باقي الشباب. كل احنا عمالين نتكلم فيه في كتير منه ليه علاقة بمؤتمرات الشباب، صح؟ لما بنخرج بتوصيات والكلام ده كله والقادسية تتبناها وتبقى قرارات وتتنفذ على الأرض. فكلمني عن الشباب وتواجدهم في الجمهورية الجديدة. هو في مشهد أنا شخصيا مريت بيه لما كنت متحدث في الجلسة الأولى في المؤتمر الوطني للشباب 2016. أول مؤتمر. ده أول مؤتمر. أول جلسة. يعني أول مؤتمر وأول جلسة كنت متحدث. ففكرة أنه هنتكلم كشباب على المنصة والسيد رئيس الجمهورية في القاعة، احنا اللي بنتكلم طول الوقت، احنا متعودين على العكس. يعني على الشخص صاحب المنصب، انا مش بتكلم حتى على رئيس الجمهورية، بتكلم على اي منصب، بتكلم على وزير، بتكلم هو على المنصة واحنا مستمعين، احنا طول الوقت مستمعين. ففكرة انه في فرصة لما تم التواصل معايا من ادارة المؤتمر على ان هتبقى متحدث والمواضيع يعني المطروحة للنقاش هي الحريات السياسية وهيكون حاضر السيد رئيس الجمهورية، طيب نشوف. فروحت المؤتمر بالفعل، انا متحدث لمجموعه الشباب اللي موجودين والسيد رئيس الجمهوريه موجود في القاعه. لفت نظري في بدايه المؤتمر منذ والشباب بيتكلموا وانا بتكلم، وانه السيد الرئيس فيه نوته وبيكتب ملاحظات وبيدخل في حوار معانا، ايه طب ده كويس، طب دي محتاجه تعديل، طب دي محتاجه مناقشه. ده كان مشهد مختلف بالنسبه لي على النمط اللي احنا متعودين عليه في الدولة، يعني في بلدنا طول عمرنا مش متعودين على المشهد ده. دي كانت حاجة مختلفة جدا. شفت ده بعد كده لإجراءات عملية. أنا النهاردة بشوف مجلس النواب الحالي هو في تاريخ الحياة النيابية المصرية أكتر مجلس فيه عدد من الشباب الأعضاء. لما بشوف تجربة تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين ولاقي إنه إحنا عندنا داخل التنسيقية في 6 نواب محافظين، عندنا 32 نائب في مجلس النواب، 17 نائب في مجلس الشيوخ. تجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وقد ايه مقدمه شباب هايل وكفء في مختلف المجالات، بشوف ان دي نماذج لتمكين الشباب او لاهتمام الدوله بالشباب والحكومه. يعني كان ليا شرف ان انا استضفت كتير من الشباب يكونوا نواب. يعني ما بقاش المساله ايه، انت مع كامل الاحترام طبعا للخبرات وكبار السن، بس اللي هو ايه، انت مؤهل، لا تعالى يعني اصعدك. هو السؤال المهم ليس الهدف انه لمجرد انه شاب يتم تمكينه، أي مؤهل. لكن المهم انه لا يكون لانه شاب فيتم ازاحته. بالزبط. اللي كان بيحصل انه انت شاب، انت لسه صغير على الكلام ده، لسه بدري عليك. لا احد يطلب ابدا انه تمكين الشباب انه حجز اماكن للشباب بغض النظر عن الخبرات وبغض النظر عن المهارات وبغض النظر عن اي حاجه. لكن المهم ان لما يكون في شاب عنده قدرات كويسه، عنده استعداد يشتغل على نفسه ويتدرب ويتعلم ويبقى مؤهل، ولا تستفيد بيه. هي دي النقطه. اللي حاصل دلوقتي انه الشاب اللي عنده قدرات واللي في فرصه لتاهيل وتدريبه من خلال الاكاديميه الوطنيه للتدريب، من خلال برامج تدريب بتحصل في مختلف الوزارات، مش بس بتكلم على مستوى الاكاديميه، بتكلم حتى على مستوى وزاره الشباب والرياضه، وزاره التنميه المحليه، دي كلها وزارات وزاره التخطيط بتقدم برامج تدريبيه هايله جدا. بشوف ده فرصه مختلفه لصياغه مستقبل البلد لسنين جايه. احنا طول الوقت كنا بنعاني نقول اصل ما فيش صف تاني وما فيش صف تالت وما فيش حد جاهز. النهارده في عشرات بل مئات، بل اقدر اقول لحضرتك في الفتره اللي فاتت الموضوع وصل لالاف من الشباب تلقوا تدريبات في مختلف الاماكن وجاهزين ان هم يكونوا في يوم من الايام في مقدمه الصفوف. وبالتالي هنا دوله 30 يونيو شايفه المستقبل، بتبص لقدام، ودي كانت نقطه يمكن مفتقداها مصر في الاربعين خمسين سنه هي المتقبل. الكلام ده كمان سمع في الشارع، يعني تغيير الثقافه اللي احنا متعودين عليه. حضرتك قلت انت لسه صغير، لا اللي نعرفه واللي كبير وعنده خبره. لما الدوله اشتغلت على تمكين المراه والشباب، لما شفنا بقى في الانتخابات، لا بقت الناس شافت النماذج دي وهي ناجحه، فبقى في ثقه ان انا اروح ودي صوتي لشاب او لسيده. وده كمان كان تحدي صعب، لانه لما بتمكن حد بيبقى في تربص طول الوقت هينجح ولا لا. فده بيضع عليك مسؤوليه هم يعني صعبه. ولذلك مهم جدا انه الشباب اللي عندهم فرص دلوقتي ان هم كمان يؤدوا اداء لصالح المواطن
ويشتغلوا على نفسهم اكتر علشان خاطر يكونوا مقنعين لاكبر قطاع، والكلام ده يسري على المرأة ويسري على الشباب ويسري على كافة القطاعات اللي جرى تمكينها. الانحياز بكل تأكيد من الدولة واضح جدا في صف الشباب وفي صف المرأة وفي صف قراءة المستقبل، لان احنا دولة تعداد سكانها اكتر من 60% شاب، ولذلك طبيعي جدا ان يكون في تمكين للشباب، لانك مش بتتكلم عن تمكين للشباب، ده تمكين للمجتمع. اذا كان 60 من 60 لاكتر شباب، لما تمكن 60% انت بتمكن اغلبيه المجتمع، فدي حاجه. انت كمان مش بتتكلم انك في قضايا او ملفات تهم الشباب او تهم المراه مثلا على سبيل المثال، لا بتتكلم في ملفات تهم البلد ككل، يعني ما فيش اصلا هنا فاتكلم على الحته بتاعتي. هو مهم زي ما قلت انه التدريب والتأهيل يخليك قادر على قراءة ما يحدث وما يدور، بغض النظر عن انها مش مشكلة فئوية، ليست مشكلتك انك بتتكلم باسم الشباب او مشكلة السيدة النائبة اللي موجودة في مجلس النواب انها تتكلم باسم المرأة مثلاً. لا، هي بالتأكيد في اولوياتي كشاب داخل مجلس النواب ان اتكلم في قضايا الشباب، لكن مهم جدا كمان ان اتكلم على ما يمر به المجتمع من تحديات ومحاولة بناء الجمهورية الجديدة كلنا مع بعض. لا يمكن أحد لأحد أبدا أنه يغفل الدور اللي بيقوم به أصحاب الخبرات في مختلف المجالات، لكن كمان مهم أن احنا نكون مجهزين صف تاني وصف تالت وصف رابع من الشباب قادرين طول الوقت على تولي أمور المستقبل، وهي الدول الناجحة بتيجي من كده. أعتقد أقول أنه دولة 30 يونيو أنه الجمهورية الجديدة مدركة لده، مدركة، وده إدراك قادم من ثقة رئيس الجمهورية في الشباب، وبنشوف ده ازاي في حوارات الرئيس مع البرنامج الرئاسي للتأهيل، مع الشباب في مؤتمرات الشباب قد ايه في انا اتذكر وقعة كانت في مؤتمر أسوان للشباب، لما في شاب عرض على السيد الرئيس مشكلة ليها علاقة بأحد المصانع هناك، وانه السيد الرئيس تحرك بالفعل في زيارة الى هذا المكان وشاف هذه المخالفة وحل المشكلة. اقصد انه اصبح في وجهة نظر مختلفة للنظر لملف الشباب والاستفادة به، طاقتهم والاستفادة بآرائهم. يمكن كمان شوفي حضرتك الحوار الوطني، وشوف انه في مجلس الأمناء هتلاقي شباب ممثلين. صحيح. داخل مجلس أمناء الحوار، وده بيؤكد قد ايه الدولة المصرية في هذه المرحلة تنظر الى الشباب بأي طريقة. طيب.